اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي ونجم هذه الفقره، النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن رمضان السيد. ازيك كابتن رمضان؟ ربنا يخليك، شرف ومنور. ربنا يبارك فيك، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. انا سعيد ان انا موجود معاك يا اسلام. ربنا يخليك. خليني ابدا باللي احنا شفناه النهارده في مباراه الاسماعيلي، وانا عارف ان حضرتك راجل يعني اهلاوي من الـ يعني الاهلاويه الثقال جدا. يعني النهارده اللي شفناه في مباراه الاسماعيلي من الناشئين و روح الفانيلا الحمراء، الكلام اللي احنا بنقعد نتكلم فيه الاهلاويه كلهم بيتكلموا فيه طبعًا. والبعض بيدخلنا في قصه التريقه، انتوا ايه يا عم روح الفانيلا الحمراء والكلام ده. شفناه النهارده، حضرتك لك خبره كبيره جدا في اكتشاف نجوم كثيره جدا في النادي الاهلي طوال التاريخ السابق يعني. شفنا ده النهارده في الكوره وشفنا ده في السله من شويه، يعني هي جينات زي ما الناس بتقول فعلا، هي جينات ولا ده ايه؟ والله يمكن هقول لك حاجه يا اسلام، هي بتبان قوي كمان تبقى عارف لما بيكون لعيب طالع من قطاع الناشئين وبيتصعد للفرقه الكبيره. لا فعلا هي كده، هو ده. هقول لك حاجه يا اسلام، في قطاع الناشئين الناشئ وهو عنده 10 سنين لما بيخسر بيبكي، لما يخسر او يتعادل بيبكي. تخيل. فهو لا حقيقه الكلام ده كابتن، انا عارف بس انا بقول لحضرتك عشان لا حقيقه. يمكن حتى ده في الدورات الوديه اللي هي بتتعمل مثلا براعم مش عارف ايه بيحصل كده. الولد لما بيطلع مش محقق فوز بيبكي، لما يطلع مثلا مهزوم بيبكي. فدي موجوده، وهي دي اللي احنا بنقول عليها روح الفانيلا الحمراء فعلا. يعني انت النهارده كام مباراه بتكسبها في الدقيقه الخامسه من وقت البدل الضايع، بالدقيقه 6 من وقت البدل الضايع، بالدقيقه 93 92. لا ده مباريات يعني مالهاش عدد. مظبوط، مالهاش عدد. يمكن النهارده احنا كمان شفنا الحقيقه حته روح الفانيلا الحمراء في الباسكت، في السله. في الباسكت يعني، يمكن انت علقت الحقيقه. هو التصرف غريب جدا جدا. ما يصحش يعني حاجه، ما يصحش يعني ان هي تحصل طبعًا. لكن هي بالنسبه لنا احنا ده كويس لو عمل كده، كويس ان هو عمل كده عشان نكسب. احنا ما كناش هنكسب يعني، احنا كان خلاص الماتش كان المفروض خلص. نعم. طبعا. فلا يعني دي موجوده الحقيقه، وموجوده اللعيب اللي بيجي حتى في النادي الاهلي اذا كان بيجي مثلا عنده 24 سنه 25 سنه 23 سنه، لا بيخش جوه دي، هو بيخش جوه منظومه بيتعامل فيها في كل حاجه. هو الاول اللعيبه بيتعلم يعني ايه روح الفانيلا، بيتعلم يعني ايه ان هو ينزل مباراه ما يخسرش ما يتعادلش. كل الحاجات دي موجوده الحقيقه. يعني اذا الكلام ده حقيقي. حقيقي يعني حضراتكم حقيقة. كنتوا وحضرتك ماسك في قطاع الناشئين وماسك قطاع الناشئين، الكلام ده كله كنتوا دايما بتقولوه للاعبين. طبعا طبعا. الولد وهو عنده 10 سنين وعنده 11 سنه لسه في البراعم ولسه في الاكاديميات ولسه في مدرسه الكوره والحاجات دي كلها. لا بيتقال له كده. وهو الولد خلاص بيتعود على كده. طيب نروح بقى للفنيات شويه يا كابتن. مباراه الاهلي والاسماعيلي النهارده للمباراه الثانيه على التوالي، بيتسو موسيماني بيعتمد على 95% من قوام المجموعه اللي بيروح بيها للمباريات، سواء في المباراة الأولى وتعادله مع الجونة أو في المباراة الثانية وتعادله مع النادي الإسماعيلي، بيروح بمجموعة كبيرة من الناشئين. هل حضرتك شايفها مخاطرة؟ شايفها حاجة كويسة مثل هذه البطولات معمولة عشان كده؟ ولا شايف الموضوع إزاي من وجهة نظرك كخبير في هذا الأمر؟ حاجتين يا إسلام هتكلم فيهم. اتفضل. الحاجة الأولانية طبعًا إنك أنت تلعب بمجموعة ناشئين، دي حاجة كويسة قوي. كويسة جدًا. واللي هم أدوه كمان الحقيقة في خلال المباراتين حاجة مبشرة وحاجة مطمئنة. نعم. لكن في نفس الوقت انا برضك مفروض ان انا الحقيقه مقابل ليها بالظبط حته الناشئين اللي اتواجدوا، ان احنا عندنا بعد 15 يوم كاس العالم للانديه، فاللعيبه اللي بره طب هتاخد مباراه ايه؟ يعني البرنامج بتاع المباراه يمكن اللي جاي؟ يعني لازم يبقى التفكير كده. لكن التفكير ما يبقاش ان انا هكمل بيه الناشئين تجربه ناجحه وتجربه جميله واحنا سعداء لكن جدا، لكن ما هو قادم بقى. لكن في نفس الوقت احنا عندنا الاهم. ده احنا عندنا يعني المسابقه اللي احنا داخلينها ده اهم كمان من دوري، اهم من كاس، اهم بتلعب بطوله كاس العالم للانديه.
يعني انت حاجه اعلى حاجه، خصوصا ان انت مش عارف مين اللي هيبقى معاه يعني لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي احنا مش عارفين بالظبط. انت هتروح اساسا يعني المفروض ان انت ناقص مجموعه اللي هي اللي في المنتخب. يعني احنا طبعا بنتمنى ان المنتخب يواصل وكلنا بنتمنى كمصريين طبعًا. لكن في نفس الوقت احنا عاوزين الحقيقه برضو نعد المجموعه اللي هنا. يعني انا بتكلم على حسين الشحات، محمد طاهر، المجموعه قفشه، المجموعه اللي كلها اللي موجوده في القاهره الحقيقه لازم تاخد ماتشات. تجربه زي ما قلت لك، تجربه المباراتين الحقيقه فعلا اثبتوا ان في شغل في قطاع الناشئين، وفعلا في لعيبه مواهب، في لعيبه مواهب موجوده يعني بالاحتكاكات والمباريات والحاجات دي كلها حاجه مبشره، حاجه مطمئنه لمستقبل النادي الاهلي. فبالتالي ننتظر المفروض بقى ما هو القادم. اللي انا فاهمه ان المباريات القادمه قد يكون فيها، بس هو الراجل حتى النهارده لما اتسال في المؤتمر الصحفي قال لك يا جماعه طب انا الناس عندي كورونا هنزلهم الملعب ازاي؟ يعني في ناس خفت. اللي خف طبعا. اللي خف اللي خف ياخد لان احنا زي ما قلت لك عاوزين نجاح. اصل انت لو قعدت مثلا ايه يا اسلام، لو قعدنا 5 اسابيع من غير ما اللعيب ياخد مباريات صعبه قوي، صعبه جدا، ورايح على اعلى مسابقه، مسابقه قويه جدا، مسابقه عنيفه. فريق قوي. طبعا على فكره فريق مونتيري اللي هيلاعب النادي الاهلي اتخذ قرارا بعدم الدفع بلاعبين المنتخب بتاعهم، منتخب المكسيك. تخيل. يعني خدوا قرار، خدوا قرار خلاص، خدوا يعني اللي انا قريته امبارح بالليل ان هم خدوا قرار بان مش هيبعتوا لعيبتهم المنتخب حقهم. تخيل. يعني ما عشان كده اهتمامهم بالمسابقه، مسابقه طبعا. لا احنا بنوري الناس الفرق ما بين النادي الاهلي. النادي الاهلي كابتن خطيب وهو في الامارات قال لك ايه؟ طبعا. قال ايه؟ قال مصر اولا طبعا، وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه. ما دايما عشان كده احنا دايما بنقول ان النادي الاهلي نادي الوطنيه فعلا. ايوه. ويعني مصر ليها الاولويه. اعتقد محدش هيقول كده خالص، زي ما حقيقه اداره النادي الاهلي بتتصرف على طول في كل المناسبات اللي زي كده. نعم. الاحتياج يقول لك رقم واحد منتخب مصر. مزبوط. لكن هي احنا هنقابل مشكله بقى. يعني احنا هنقابل مشكله الحقيقه. من غير ما يكون لعيبه مصر موجوده معانا الحقيقه، في مشكله ان احنا لازم نجهز اللعيبه اللي هي موجوده في مصر حاليا دلوقتي للمسابقه. وده اللي حضرتك تقصده. ان ما هو قادم بقى بالزبط. ان الاسبوعين 3 اللي جايين دول حضرتك شايف ان من المفترض ان موسيماني يبتدي بقى يجهز طاهر وقفشه وحسين طبعا ياسر، المجموعه دي كلها. المجموعه دي كلها لازم تتجهز على اساس ان احنا خلاص خدنا من المباراتين اللي احنا عايزينه، فعلا اطمأنينا على المستقبل واطمأنينا على قطاع الناشئين الحقيقه. فرق كبيره، جونه بكوام النجوم والاسماعيلي هذا الاسم الكبير. انا النهارده هقول لك حاجه يعني بصراحه وبمنتهى الامانه، انا في بدايه المباراه كنت قلقان جدا. اوكي. كنت قلقان لان اولا دخل في جمان جون بدري. طبعا دخل جول بدري، والحاجه الثانيه كمان ان هم كمان في 3 صفقات جديده، 4 صفقات جديده في نادي كان في 3 صفقات في الملعب، ولاعيبه كويسه كويس يعني بصراحة. مهاجم الحقيقه الكولومبي ده مهاجم كويس قوي، يعني بيتحرك كويس قوي في ال 18، بيلعب دماغه بشكل كويس قوي. فمزعجه، لكن برضك احنا حته التنظيم اللي كان موجود في الملعب من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. نعم. في نظام في الملعب، واللعيبه فعلا بتنفذ زون نص ملعب بشكل قوي جدا، بتنفذ ضغط في نص ملعبها بشكل قوي جدا. يعني كانوا مجاريين فرقه الاسماعيلي فترات كتيره جدا في المباراه. يعني يمكن زي ما انت قلت كده الاستحواذ فعلا في الشوط الاولاني كان 51-49. الحاجه الثانيه ليهم برضك تواجد في النواحي الهجوميه، يعني كمان هم كان لينا تواجد في النواحي الهجوميه. فاعتقد هي تجربه كويسه جدا وتجربه مفيده جدا. اللي جاي حضرتك بتنصح ان هو يكون بقى الاعتماد على مجموعه اللاعبين اللي ممكن جدا تعتمد عليهم في كاس العالم للانديه. بالظبط كده خلاص. يعني انا في رايي، بس ما اعرفش بقى هو تفكيره طبعا ايه. ده راي حضرتك. انا بقول رايي. لكن انا ما اعرفش تفكير موسيماني ايه. ان ابتداء من المباراه اللي جايه خلاص يبقى لازم بقى المجموعه اللي معايا اللي انا هلعب بيها كاس العالم للانديه اعدها عشان تاخد مباريات، خصوصا بقى لهم فتره ما بيلعبوش، فتره كبيره جدا. وبعدين ما فيش ولا لعيب حاليا دلوقتي في تيم النادي الاهلي مجهد، ولا لعيب مجهد. ده انت طالع من راحه سلبيه 12 يوم صح. وبعدين دخلت كمان دلوقتي داخل في 10 ايام، يعني داخل في حوالي 20 يوم ولا حاجه. فلا
يعني ابتداء من المباراه اللي جايه احنا لازم اللعيبه دي يبقى موجودين جوه الملعب، وفي فرق كبير جدا جدا. وطبعا انا بكلم اسلام الشاطر، في فرق كبير جدا 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 يا اسلام بين المباريات الرسميه طبعا. طبعا حتى التمرين او المباريات الوديه او الحاجات دي كلها، فرق بين التمرين والمباراه، فتنس ومباراه نفس حاجه مختلفه يعني مختلفه. فانا لازم بقى الفتره اللي جايه خلاص مأننا على المباراتين دولت، عندنا شباب مستوى كويس قوي، لكن لازم نفكر ازاي في البطوله العالميه اللي احنا رايحينها، كاس العالم للانديه. لازم نعد لاعبتنا، وده احنا رايحين كمان يعني واحنا ناقصين مثلا 8 لعيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. التسعة بدري كمان، ما احنا هنحسب بدري، لان بدري كمان مش موجود. فتسع لعيبه داخله، 9 لعيبه، وكمان علي علي معلول موجود برضك في المجموعه. هم 6 واثنين علي واليو ديانج. بالظبط بالظبط. وبدري طبعا. طبعا العمليه صعبه جدا، واقول لك حاجه، والبطوله دي شكلها كده رايحه ان ممكن اللي يكمل فيها مصر. يبقى مصر تكمل. لا انا يعني النسبه تبقى اقل لا شويه. لا اقل، انا هتكلم على في اربع، هنتكلم اصلا عن المنتخب. اربع منتخبات مرشحين، انا بتكلم ان البطوله دي ممكن يكمل فيها انديه مش منتخبات مش مرشحه. اوكي. المستوى اللي احنا شفناه في منتخبات الحقيقه ممكن ما تبقاش مرشحه يكملوا. فاحنا زي ما بقول لك، احنا يعني اساسا احنا ناقصين، فلازم بقى المجموعه اللي معانا دي نعدها بشكل قوي جدا جدا جدا. هل ده هو حضرتك جاوبت، لكن هل ده برضه علشان الجمهور الاهلي يبقى وهو فاهم وواعي لهذا الامر؟ التمرين مختلف تماما عن يعني تماما. برضو عشان الناس اللي بتتمرن بقى لهم 10 ايام بيتمرنوا وكل حاجه، بس محتاجين نفس، حاجه اسمها نفس الماتشات طبعا. فيتنس المباريات غير التمرين خالص. حاجه تانية خالص مختلف. يعني حتى لو انت بتتمرن باحمال قويه وكل حاجه مظبطه في الاحمال بتاعتك وكده كتدريب، لا فيتنس المباراه غير خالص. واللعيب اللي هو الفترة اللي جاية مش هتاخد مباريات، مستواها هيتأثر. طيب خلينا بقى نروح يا كابتن للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني خلال هذه الفترة بدأنا بمباراة نعتبرها الكل سيئة سيئة بمعنى بمعنى هذه الكلمة، ثم مباراة امبارح أو أول امبارح أفضل، ولكن برضو تظل جيدة، مش هنقول سيئة يعني. ومباراة السودان اللي جاية لازم تكسب على الأقل يعني، لأنه أنت بتلعب منتخب قوي وكبير واسم كبير وكل حاجة، ولكن أقل منك فنيا. بالظبط. إيه الوضع في المنتخب يا كابتن؟ إحنا حاسين إن إحنا معانا أسماء قوية وكويسة جدا، لكن في نفس الوقت على الجانب الآخر في حاجة تحس إن مش مظبوطة. بص أنا هقول لك حاجة يا إسلام، أولا يعني هنتكلم على الأول مدير فني. نعم. كروش الحقيقة يعني أنا ما أعرفش، أنا حاسس إن الراجل بيشتغل ضد نفسه، بيعمل حاجات غريبة جدا. يعني انت لو جبت اي حد وهتقول له مثلا حط لي تيم لمنتخب مصر دلوقتي، هيحط لك تيم لمنتخب مصر، وهيوظف لك اللعيبة زي ما هي بتتوظف تيم تقيلة يا كابتن. تيم يعني تقيل، اسماء كبيرة وتقيلة يعني. طبعا عندك نجوم كبار جدا، ونجوم يقدروا يحققوا نتائج كويسه قوي في البطوله، ويحققوا كمان ايه كمان، يحققوا اداء كمان. ايوه يعني كمان مش نتائج وخلاص يعني. انا مش ما اكسبش، انا مثلا اتغلب من نيجيريا وبعدين اكسب غينيا 1-0 باداء، انت بتقول اداء المباراه الاولى سيئه يعني المتوسط، مش جيده، اقل من المتوسط كمان اقل يعني. كمان فيا جماعه لا، احنا عندنا نجوم كبار، مجرد بس توظيفهم صح، مجرد بس كمان في مشكله عندنا الحقيقه، حتى لو انت عملت التوظيف الصح ما بتلاقيش الشغل اللي هو في جمعيه، ما بتلاقيش الربط اللي موجود مثلا في التلت الهجومي. يعني ما تقولش مثلا ايه ان في باك مثلا بيربط مع الجناح بتاعه، مع الهاب بتاعه، مع راس الحربه، ده مش موجود، ده موجود كله بالصدفه. ليه يا كابتن من وجهه نظرك برضو ليه شايفين كده، مع ان احنا حاسين ان احنا عندنا اسماء كبيره جدا ومهمه جدا، ولكن في نفس الوقت شايفين ان احنا عندنا افضل من كده من كل هذه الاسماء ومن المدير الفني، حتى المدير الفني اللي معاك اسمه كبير. اسمه كبير لكن هو للاسف الشديد زي ما قلت لك يا اسلام الحقيقه هو يعني اشتغل ضد نفسه تحس. بالظبط بالظبط. يعني انا ما شفتش كده خالص. ايه الغريبه كده يعني؟ ما اعرفش انت حضرتك. هو الراجل برضك خلي بالك، اذا كان التجربه بتاعت كولومبيا برضك عمل فيها نفس الحكايه، برضك النجوم اتنين تلاته من النجوم الكبار راح مستبعدهم. برضه في ايران نفس الحكايه.
فهو ما تفهمش هو دماغه غريبه جدا يعني. انت بتتكلم في كولومبيا اخر مباراه مع كروش 6-0. فالنهارده انت هقول لك حاجه يعني، انت النهارده مثلا حته التوظيف، ايه الصعوبه انك توظف كل لعيب في مكانه؟ ايه يعني ايه محمد شريف لما تلعبه جناح هتستفيد بيه؟ هو في مباراه نيجيريا طلع بعد المباراه يا كابتن تصريحات كلوش الرسميه يعني قال لك انا كنت بفاجئ يعني الناس كلها عارفه ان صلاح بيلعب هنا، ففاجئه بان هو بيلعب في راس حربه وحطيت مصطفى ولا ما هو خضنا احنا مش فاجئ الفرقه الثانيه. الفرقه الثانيه ايه يعني؟ ده الفرقه الثانيه قالت لك متشكرين جدا شكرا يا عمي. ده صلاح يعني لو هو لا ما كل فرق الدوري الانجليزي عارفه ان صلاح بيلعب في الحته دي بيجيب منها اجوان برضه طبعا يعني هو دلوقتي من ضمن افضل 3 لعيبه في العالم، ويعني هو كمان مفروض كان يعني ياخد جايزه النهارده حتى الجايزه الخاصه يعني هو عدى مثلا احسن افضل لعيب في العالم الجايزه الخاصه اللي خدها كريستيانو الحقيقه. طب ما كريستيانو الموسم ده بعيد خالص بعيد خالص، هو جاب اهداف كتير في يعني المنتخبات لكن بعيد خالص يعني عن مستواه، ما عملش حاجه طبعا. فانا بتكلم على ايه النهارده؟ محمد صلاح افضل جناح في فرقه ليفربول وفي الدوري الانجليزي وفي العالم، افضل جناح في العالم في الحته دي. طب انت يعني مصطفى محمد بقى لما تيجي تلعبه جناح يمين، مصطفى ما عندوش اي امكانيات ان هو يلعب في الجناح اليمين، ما فيش اي مقاومات ان هو يلعب في الجناح اليمين، لا السرعه ولا المهاره والموقف واحد. لا هو عنده مهارته في دماغه الحقيقه ان هو بالعرض تمركزه في ال 18 ويتعامل مع الكرات العرضيه بشكل كويس، يعرف يخطف في ال 18. انت كده خسرت صلاح وخسرت مصطفى محمد في المباراه الاولانيه، وكمان ايه كمان ده انت رحت ملاعب صلاح مهاجم وبعدين بتعتمد ان انت تلعب عليها الكره العاليه، ده صلاح قد كده يا جماعه. ده يعني الشناوي مثلا يقوم هو ده تعليمات طبعا. ان يلعب الكره العاليه، الوينش نفس الحكايه، حجازي نفس الحكايه. طب انت ازاي يعني انت خسرت يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم خسرت 2 لعيبه. الحاجه الثانيه حتى في المباراه الاولانيه انا في رايي ان النني الحقيقه وكان حمدي فتحي، النني وحمدي في مباراه نيجيريا الحقيقه النني ما يعني 8 صعبه، النني يعمل رقم 8 صعبه جدا جدا جدا، لان النني ما عندوش سرعات، ما عندوش ان هو يقدر يعمل مساندات هجوميه، الحاجات دي كلها صعبه جدا. احنا كنا بنلعب بالنني و8 ومين مع حمدي والنني وتريزيجيه في ماتش تريزيجيه طبعا طبعا يعني انت النهارده تريزيجيه طبعا نجم كبير جدا، لكن ده راجع من صليبي وراجع من 8 شهور. ده احنا لسه بنتكلم دلوقتي ان احنا لو قعدنا 4 اسابيع ما نلعبش ماتشات مشكله هنتأثر. كبيره طب هو بقى تريزيجيه راجع من 8 شهور وراجع من صليبي مش فت خالص. فانت النهارده في مباراه نيجيريا انت الملعب بتاعك كان نص الملعب بتاعك كان، احنا خلي بالك احنا لولا ان الشناوي كان موفق احنا كنا نروح لنتيجه 6، كنا نروح لنتيجه 5 بمنتهى السهوله لولا، لانك انت حتى انت بتتكلم مثلا على ايه؟ على اكرم قبل ما يتصاب في المباراه او كان احمد فتوح، الاثنين دولت بيلعبوا من غير مسانده، لان النني ما يعرفش يروح للخط يعمل مسانده، ولا تريزيجيه يعرف يروح للخط يعمل مسانده، وزي ما قلت ان تريزيجيه كمان مش فت. فهو ده بالعكس ده يعني ولا هيعمل لك اختراقات ولا هيعمل لك مساندات دفاعيه، فدي انت خسران حوالي 4-5 مراكز بسببك يعني بسبب التشكيل الخاطئ 4-5 مراكز ودي في المسابقات الحقيقه الكبيره لا المنافسات الكبيره ما تنفعش. ده انت لو انت خسرت لعيب مركز بيأثر عليك، ما بالك انت خسران 5 مراكز. فيعني الدنيا لازم تتظبط يعني الدنيا لازم تتظبط الحقيقه كتشكيل ويحط ويوظف اللعيبه صح. والحاجه الثانيه انا في رايي كمان في مشكله كبيره جدا دي بقى يقوم بيها صلاح وعمرو السلايه كباتن الفرقه كباتن الفرقه. يا جماعه لا احنا لازم نقعد مع بعض، لازم الروح تبقى اعلى من كده. احنا انا يعني انت بتتكلم مثلا على روح، لسه بنتكلم دلوقتي على روح في ليله النادي الاهلي دي مش موجوده يا جماعه دي مش موجوده في كل المباريات الفتره. حضرتك بتقول ان المنتخب محتاج روح افضل من كده، اكبر من كده، افضل بكتير بكتير يعني لازم يبقى الناس بتقاتل في الملعب، الناس بتحارب في الملعب. ده كمان تقدر تعمل نتائج كويسه وتقدر تعدي،
لكن الحقيقه انت بتتكلم على غينيا، بتتكلم على السودان، بتتكلم انت لو انت بتكسب السودان او بتتخطى السودان بتروح لفرقه، هتروح لكوت ديفوار او الجزائر، مع الجزائر كمان بقى وضعها صعب، غينيا او سيراليون لسه المجموعه دي صعبه، يعني المجموعه دي لسه ما اتحسمتش، صعب جدا، لكن هتروح لمباراه اقوى يعني مباراه مستوى اعلى، فبالتالي لازم يبقى الحته الاولانيه التشكيل، ودي مهم قوي قوي قوي، لانك انت النهارده يعني من نجاح المدير الفني ازاي انا بوظف لعيبتي، صح، ازاي بحط طريقه لعب تناسب امكانيات لعيبتي. يعني انا النهارده يعني مع احترامي لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد انت بتلعبه في 4 3 3 وينج ليفت ولا باك، ازاي يا جماعه ازاي عبد الله دي مش بتاعته خالص، ده عبد الله الحاله البدنيه بتاعته كمان ما يعملش 10 دلوقتي، ما يعملش رقم 10، لان او يعملها شوط يعني 50 يعني دقيقه 60 دقيقه بس، يعني حتى لا يعني يعمل 30 دقيقه حاجات كده. انت استغنيت عن قفشه وهو فت وهو بدنيا عالي جدا وهو فورمه فنيه عاليه جدا، هو اللي كان يقوم لك بالدور دوت، وزي ما قلت لك مفيش حاجه اسمها في التدريب ان انا كمدير فني اروح مثلا همسك هروح امسك اي فرقه مثلا في بره اردن سعوديه امارات بتاع، ما اروحش انا بفكر ان انا هلعب بطريقه لعب، انا الاول اشوف لعبته هيقدروا ينفذوا طريقه ايه وبعدين احط طريقه لعب، لكن هو جاي مصمم في عنده لعيبه تنفذ له 4 3 3 هينفذها، ما عندوش لعيبه تنفذ 4 3 3 هينفذها، وزائد بقى كمان انت لقيت بتنفذ 4 3 3 صح، ده انا بقول لك الماتش الاولاني انت كنت بتلعب لعب في 5 مراكز حاجه سلبيه، النني وتريزيجيه ونائل احمد صلاح راس حربه ومصطفى محمد بتلعبوا جناح، فدي مشكله كبيره جدا. يعني انت حتى لو انت عاوز تلعب 4 3 3 لازم تحط زيزو، يعني لازم تحط حمدي زيزو الافضل في المكان ده، زيزو والسوليه وحمدي فتحي هتعمل 4 3 3 كويس، الاثنين السوليه بيعرف يعمل 8 كويس، افضل لعيب هو اللي عمل لك برقم 8 حاليا دلوقتي، وتريزيجيه حالته كويسه، حالته سوري زيزو حالته البدنيه وكل الاجزاء اللي بيلعب فيها في المباريات اللي فاتت بيأدي بشكل كويس قوي وعنصر مؤثر. طب خلاص انت ليه يعني حتى المباراه اللي فاتت كلنا كنا متوقعين ان زيزو هيلعب هيبدأ. ما قعدوا. طيب هنكمل يا كابتن كلامنا في النقطه دي، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن منتخبنا الوطني ومبارياته القادمه امام المنتخب السوداني. هل يستطيع منتخبنا الوطني بهذا الاداء اللي احنا شايفينه ان هو يصل الى ما هو ابعد من دور ال 16؟ بعد الفاصل كابتن رمضان السيد يجيب عن هذا السؤال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني كابتن رمضان، مهم جدا برضو ان احنا منتخبنا الوطني هل يستطيع ان يصل الى ما هو ابعد من ذلك ان شاء الله لو ربنا كرمنا في المباراه اللي جايه؟ الاول نتكلم على مباراه السودان، منتخب السودان. كيف يلعب منتخبنا الوطني في هذه المباراه؟ يعني هو طبعا هو ما عندوش ان هو يلعب ب 4 2 3 1. ما تفهمش ما هل يا كابتن معلش كمدير فني كمدير فني لازم العب دايما بنفس الشكل بنفس الطريقه بنفس الاسلوب، ولا في مدارس ثانيه تقول لك ما هو على حسب الفرقه اللي قدامي؟ انا الاول بقرا الفرقه الثانيه وبعدين بقرا امكانيات فرقتي قبل ما باجي احط طريقه لعب، لازم اشوف امكانيات فرقتي ايه. والبطولات المجمعه تفرق عن الماتشات الفرديه ولا لا؟ يعني الكلام ده كله الناس محتاجه تعرفه. طبعا طبعا. يعني انا هقول لك حاجه اسلام، يعني انت حتى في اختياراتك مثلا انت خلاص مثبت نفسك ان انا لازم اجباري ان انا هلعب 4 3 3 اجباري، صح، الاختيار اللي عمله، لان انا زي ما قلت لك اولا ما عنديش 10 عبد الله بالظبط، عبد الله سعيد مش هو عبد الله سعيد بدنيا وفنيا، مش حالته خالص، وانا ما عنديش غيره، يعني انا حتى اخد قفشه يبقى يكمل لو انا حتى حاطط في دماغي كده، لكن ده هو استبعد قفشه خالص، اللي هو يقدر ينفذ لك ال 4 2 3 1 يعمل لك 10. افضل واحد موجود في الموسمين اللي فاتوا قفشه حاجه سوبر، ومش بقى في الدوري المحلي ولا في كاس مصر، لا في كل المسابقات الافريقيه في دوري الابطال وكل حاجه الحقيقه، حتى المباريات اللي هو لعبها مع المنتخب 10 كان مؤثر برضه جدا جدا. فهو ما عندوش، يعني هو 4 3 3 خلاص، هو لازم يلعب بالطريقه دي بالشكل حتى باختياراته. طبعا طبعا، هو هيبقى الشناوي عمر كمال طبعا الونش فيه احتمال هيفرق يا كابتن عدم وجود الونش؟ لا مش احتمال، ده هو خلاص انا في رايي ولا هو ولا ابو الفتوح ولا اكرم طبعا، لا ولا خلاص دول بره. انا في رايي ان محمد غني مساك كويس قوي، اوكي،
مسار كويس جدا جنب حجازي الحقيقه، وفي ناحيه ناحيه شمال ايمن اشرف ماشي برضك بشكل كويس. الثلاثه بتوع نص ملعب دول اهم حاجه، اهم حاجه دي القصه كلها اللي هي معموله هو عاملها لنا كينيا الحقيقه وهي سهله، الامور سهله. اولا حمدي فتحي اتظلم في المباراه الاولانيه ان هو كان بيلعب لوحده، تريزيجيه ما بيرجعش والنني ما بيردش في الحته ديت وما بيردش على الجناب ما بيعملش مساندات، فبالتالي هو كان بيلعب لوحده. وهو كمان في المباراه الاولانيه اسلام كان بينزل حمدي فتحي جنب حجازي وجنب الونش، فبالتالي نص ملعب خلاص فضي خالص، فضي خالص. هو يلعب بحمدي فتحي بالحاله بتاعته الطبيعيه، حمدي من الديفندرات الهايلين الحقيقه باستخلاص وكميات جري وكرات عاليه وتعامل هايل، ويلعب بزيزو ناحيه اليمين وعمرو السوليه ناحيه الشمال. الله عليك. خلاص عندك كده ابوس ايدك بقى بلاش تاليف يعني ارحمنا الراجل ده يعمل كده. السوليه بيعرف يخش 18 بشكل كويس قوي، والسوليه كمان يعني ده عامل الكره بتاعه صلاح المباراه اللي فاتت حاجه يعني فكر رائع ايه ده يعني. زيزو انت بدل ما بتقعد بقى المباراه متاثر بيها هجوميا طوال 60 دقيقه تخش 65 دقيقه وبعدين تدي زيزو، ما تبدا بيه يا عم، ابدا بيه كثالث جرب يعني، ما انت بتعمل كل حاجه، ما انت عمال تعمل حاجات غريبه يعني جرب دي وإذا هيبقى صلاح. والمشكله في الحقيقه في عمر مرموش، عمر مرموش مازال بعيد الحقيقه المباراتين اللي فاتوا، لا بعيد يعني انا اداء مغاير خالص لمباراته اللي لعبها معانا مع منتخب ليبيا. فانا في رايي لا ادي بقى رمضان صبح يعني غير في الحته ديت ومحمد صلاح وهتدي. وانا هقول لك برضك في مشكله تانية برضك بتقابلنا برضو مصطفى محمد في خلال ادائه في المباراتين، لا برضو مش تانية افضل شويه يعني الكره اللي حطها بتاع يعني انا في رايي ان برضك انت لو لعبت حتى محمد شريف في الحته دي، محمد شريف عنده سرعه وهيعرف يربط مع صلاح وهيعرف يربط مع رمضان الحاجات دي وهيعرف كمان يشتغل مع يعني حضرتك مع ان هو يبدا بصلاح رمضان صبحي محمد شريف اوكي مع الثلاثه اللي هم عمرو وزيزو وحمدي فتحي بالظبط، والاربعه اللي ورا هم مفيش تغيير بقى ما لناش حلول لان فيها. عمر كمال ظهر بشكل جيد المباراه السابقه يعني هو كمان عمر كمال اتظلم كمان ان زي ما قلت لك لما بيكون في تريزيجيه او النني موجودين في الثلاثه ما بيعرفوش يعملوا مسانده مع الباك مظبوط دفاعيه، لكن لو لعب زيزو هيعرف يعمل مسانده مع عمر كمال وهيقفلوا الحته دي دفاعيا، وفي نفس الوقت عمر كمال وزيزو صلاح يعملوا جبهه. دي نقطه مهمه جدا كمان، وفي نفس الوقت عندك السوليه وعندك ايمن وعندك هيبقى فوق رمضان صبحي مع محمد شريف هنعمل جبهه برضه، جبهتين هيبقوا قويه جدا طبعا الجبهتين. طيب بالمستوى ده يا كابتن هل لا ربنا كرم مفروض يعني ان احنا لو ربنا كرمنا وصلنا دور ال 16 هنلاعب المجموعه اللي فيها منتخب الكوت ديفوار، منتخب الجزائر، منتخب غينيا الاستوائيه وهو منتخب قوي او الاداء اللي احنا شفناه منتخب سيراليون منتخب قوي، وبالتالي الاربع منتخبات الحقيقه هل ممكن نصل الى ما هو ابعد من كده؟ نتمنى وبنحب وكل حاجه طبعا. لكن طبعاً فنيا حضرتك شايف ايه؟ فنيا الامور صعبه جدا يعني في ظل العناد اللي هو دايما شغال بيه، في ظل طبعا العناد اللي هو شغال بيه الراجل دوت ده، حتى يعني حتى لما بيجي يعمل تغييرات بيعمل تغييرات غريبه يعني انت النهارده لما بتيجي تلعب زيزو وزيزو من اللعيبه اللي بيعرفوا يعملوا الكروس بشكل كويس قوي، يطلع مصطفى، يطلع راس الحربه اللي بيلعب دماغه. طب يا عم ازاي يعني؟ وبعدين بتودي صلاح راس حرب. نفسي اروح له اساله السؤال ده بجد والله. ايه الفكره اللي في دماغك ان انت لما تنزل زيزو تطلع مصطفى؟ ما يعني نفسي يمكن يكون فكره، على فكره ممكن نفهم ويقنعنا بحاجه مثلا. والله يا اسلام لو قعد خمس سنين يعني يمكن انا بقول يمكن لكن بس اعرف الفكره نفسها في ايه. ايه الفكره في ان انا راجل معروف ان هو دماغه احسن حاجه وافضل من افضل المهارات اللي عند مصطفى محمد هي دماغه، وانت اللعيب اللي منزله بيعمل كروسات كويس قوي يعني من افضل اللعيبه اللي بيعمل كروس صح يعني الموسم اللي فات والموسم دوت حتى في الثمان مباريات شغله هايل، شغله هايل وفايق وفت وبدني صح هايل صح. فاول ما ينزل زيزو بيطلع مصطفى محمد. فانا انت عارف ايه، حتى لو هو ظبط التشكيل بدايه التشكيل انت ما بتضمنوش في التغيير اللي بيعمله يعني ممكن مثلا مغير صلاح ممكن مثلا يعمل اي حاجه يعني هو ما اعرفش، انا ما اعرفش بيفكر ازاي
لكن احنا الحقيقه لو احنا رايحين بمنتهى الصراحه، لو رايحين مع مدير فني غير كروش، احنا كنا ممكن نكمل في البطوله دي بشكل كويس. طبعا كنا ممكن نكمل بشكل كويس، لكن مع الراجل ده انا الامور مش مضمونه. قبل ما اسيب حضرتك قلت لي في ممكن تلاقي اربع منتخبات مش موجودين في يعني احنا مثلا ما بنيجي نتكلم على الجزائر، سنغال، كاميرون دلوقتي دخلت، نيجيريا دخلت. ده غينيا السويه عامله جيم امبارح، جيم هايل. سيراليون فرقه كويسه قوي، منتخب سيراليون. مالي كويس، منتخب كويس قوي. يعني لا يعني ممكن تلاقي فعلا الاربع منتخبات، خمس منتخبات اللي هم كانوا مرشحين تلاقيهم بره. الامور ممكن تروح لكده. يعني ممكن تروح ولا لكده. يمكن دايما يا كابتن يقول لك احنا دايما البطوله دي تبدا من دور ال 16 اللي هو بقى. ما انت عندك منتخب من المرشحين، يعني ده مش مرشحين بقى جوه الاربعه، ده هو كان المرشح الاول. الجزائر امور صعبه، بقت صعبه. يعني لازم يكسب، يعني يعني لو تعادل الماتش اللي جاي يبقى بره المسابقه، بره. فهي في منتخبات حتى يعني احنا حتى ما كناش نفتكر ان هم مستواهم كده. لا الحقيقه منتخبات اثبتت وجودهم في المسابقه بشكل قوي جدا جدا جدا، واداء ايه، اداء فيه قوه وسرعه واجسام، بسم الله ما شاء الله، اجسام قويه جدا والتحامات وناس بيشتغلوا لاخر دقيقه. الامور صعبه، الامور مش سهله. طيب المنتخب اللي حضرتك شايف ان هو يعني ممكن يدي اكتر من كده بخلاف منتخب مصر، يعني انت شفت معظم المباريات تقريبا، المنتخب اللي كنت شايف ان هو انت حاسس ان هو كان افضل من كده ولكن ما لقيتوش؟ المغرب. المغرب. المغرب كمان. حاسس ان هو ممكن يكون افضل من كده. المغرب تيم اقوى من كده. يعني اقوى من اللي احنا شفناه الحقيقه. تيم من المرشحين، المنتخبات المرشحه ان هي كانت توصل، وهو لغايه موجود طبعا، موجود جوه المنافسه بشكل قوي. هل ممكن يا كابتن الفتره اللي جايه دور 16 المستويات تعلى؟ ممكن. ولو اقول لك حاجه كمان، من الفرق كمان اللي اثبتت وجودها بشكل قوي في المسابقه وقبل المسابقه ما كانوش مرشحين رغم ان المسابقه بتقام في ملعبهم، الكاميرون. منتخب الكاميروني. طبعا، برافو عليك. الكاميرون في المسابقه، لا فرقه تقيله قوي قوي في الملعب. طبعا فرقه تقيله جدا. يمكن هم عندهم شويه خلل في النواحي الدفاعيه او خط الدفاع يعني، لكن كتيم كوره، تيم كوره قوي جدا جدا، وسط الملعب بتاعه والمهاجمين بتوعه اقويه جدا، وفي سرعات وفي كوره وفي ربط وفي كل حاجه. منتخب نيجيريا فاجئك؟ طبعا. منتخب نيجيريا من قبل المباراه او قبل البطوله باسبوع ممشين المدير الفني. طبعا، ده عاملين حاجه غريبه جدا. ده كان معاهم مدير فني الماني. الماني روح. قالوا له حاجه يعني ما اتعملتش في تاريخ الكره في العالم كله. قالوا له ان احنا اللي هتروح المسابقه البطوله، بس بشرط ان احنا اللي نحط التشكيل القايمه. الراجل قال لهم يعني انت تحط القايمه؟ مش طبعا. طبعا. لكن هم منتخب قوي جدا. يعني منتخب قوي قوي. وجابوا بيسيرو اللي كان ماسك الاهلي. طبعا، بس هيمسك ما بعد البطولة. بعد البطولة عندهم خط الهجوم بتاعهم الحقيقة، لا يعني الجناح الشمال اللي هو لعب علينا 70 80 دقيقة، ده مفيش كورة كان بيستلمها الا ما واخد قرار ان هو يفوت من واحد اتنين، وحاجة جامدة جدا يعني. طبعا منتخب نيجيريا الحقيقة فاجئني برضك بالمستوى ده. طبعا. طيب برضو يا كابتن، امبارح مباراه المنتخب الجزائري والمنتخب الغيني، يعني مباراه غريبه جدا. الجزائر وقبلها الحقيقه برضو مع منتخب سيراليون الشوط الثاني بيضيعوا جوان كتيره جدا جدا جدا، ومش عارفين يكسبوا. لا ده انا اقول لك حاجه، ده في واحده الهجمه المباراه امبارح اللي في 6 ياردة الاخيره اللي قبل الاخيره دي، لو بيشوط وعايز يطلعها اما اتقلش وكانت هتخش جون. شادي؟ لا ده قلش وكره. اسلام سليماني لما نزلت قدامه عايز يحطها. ده حط كده بطن رجليه جون سهله جوه 6 ياردة. لا بتاعه جوان غريبه في حاجه. غريبه. وبعدين انا هقول لك حاجه، مش نفس التركيز ونفس الروح القتاليه اللي المنتخب الجزائري كان بيلعب في بطوله العرب 2019 في بطوله العرب. اوكي. المنتخب، شوف ده كان منتخب تاني، لكن وفي عناصر موجوده فيه طبعا، لكن الروح القتاليه والقوه وتيم كوره، تيم كوره موجود في جماعيه، وفي ضغط في نواحي دفاعيه، وفي ضغط في نواحي هجوميه، كان اقويه جدا جدا جدا.
المنتخب الجزائر الحقيقه لا بينقصوا دي. انت بتحس ان الوقت بيعدي والناس بتلعب عادي ومش ما فيش حته ال 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 الشده وحده ان انا عاوز اكسب وان انا لازم ان حراره تبقى اكتر من كده وان انا ابقى روح قتاليه اعلى من كده. ورغم ان دي مش موجوده اساسا في الجزائر، الجزائر طول عمرهم الروح القتاليه بتاعتهم حاجه قويه جدا جدا. المنتخب التونسي شفته ازاي؟ المنتخب التونسي الحقيقه في المباراه الاولى طبعا ما اداش الاداء امام مالي طبعا امام مالي ومالي ماتش الغريب ده اللي انتهى مرتين قبل ما يخلص ده الراجل الراجل الحكم بصراحه ده صعب عليا الحكم ده غريبه جدا عمل الحاجتين يعني 85 و89. طب يا عم اصبر دقيقه لا ده كمان الناس راحت تقول له ده تخيل ما بيديش وهو الناس راحت تقول له ما فيش اي انطباع عند الراجل ده عامل كده بص بيزعق ده ما بيزعقش ولا بيتكلم ده عمل كده هو مش انا مش عارف كان في ايه الراجل ده ما كانش طبيعي حتى ما نزلش هو ما نزلش حتى كان قال له تعبان وبتاع ما كانش طبيعي لكن المباراه الثانيه طبعا الحقيقه قدام موريتانيا لا يعني عملوا جيم كويس قوي ورغم طبعا منتخب موريتاني انا بشوف ان هم جابوا الجون الثالث اللي هو اللي اتعمل ال1 3 اللي اتعملت دي احلى جون في البطوله وجهه نظري طبعًا فنيا يعني طبعًا تكتيكيا يعني طبعا طبعا هم بقول لك في مباراه موريتانيا الحقيقه لعبوا كوره على مستوى عالي جدا ولعبوا كوره الحقيقه اللي فيها تكتيك هجومي بشكل كويس قوي فيها ربط في الاجناب فيها ربط في العمق اتعاملت بشكل كويس قوي تونس يعني يمكن المباراه دي تقربهم يعني تقرب مين يا كابتن الاربع منتخبات اللي انت شايف ان هم بغض النظر بقى هل هم سنغال جزائر كذا كذا ولا هم سيراليون وغينيا وكذا أنا مين اللي ممكن يوصل للنهائي انا بقول لك ان البطوله دي ماشيه مش عايز تقول اسماء برضو يعني ماشيه في طريق الحقيقه ان هتلاقي في الدور الاربعه او دور النهائي فرقتين مش مرشحين خالص ماشيه في الطريق عموما خلينا نشوف البطولة حتى الآن يعني لم تصل أعتقد للمستوى الفني اللي احنا كنا مستنيينه صح؟ أقل مستوى من كل البطولات اللي فاتت الحقيقة يعني هتلاقي مثلا في بدايات البطولات اللي فاتت الحقيقة أهداف كتير كنت بتلاقي أهداف كتير والحاجة التانية بتلاقي مثلا مباراة مثلا سيئة أو بتاع لكن هنا في البطولة دي في مباريات كتيرة مش كويسة مش كويسة أتمنى إن شاء الله المستوى الفني وبرضك أنا بتكلم حاجة إسلام برضك مهم أنا بقول كده ورغم كده بقول ان منتخب مصر لو الامور اتظبطت الراجل كروش يعني ابتدى يحط تشكيل صح ويغير يعني انت لو قعدت حضرتك حاطط تشكيل وانا تشكيل واي حد في مصر حاطط تشكيل هحط تشكيل اللي حضرتك بتقول يعني الاقرب اللي انت بتقوله ده طبعا ما حدش هيختلف يعني ممكن تختلف في اسم ولا حاجه ماشي لكن ماشي مش في 3 4 يعني لا وتوظيف بقى كمان وتوظيف يعني مش مساله اسماء وخلاص توظيف نفسه طبعا ربنا يهديه يا رب كل امنيات طيبه لمنتخبنا الوطني في مبارياته القادمه انا بشكرك جدا يا كابتن رمضان شرفت ونورت ودايما بنبقى سعداء وحضرتك ربنا يخليك يا اسلام شكرا جزيلا يا كابتن على وجودك معانا ربنا يخليك يا اسلام شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن رمضان السيد هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل استقبل اساتذتنا الكبار الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري ولكن بعد هذا الفاصل